ما تقدرش تعمله جامد اهو. ليه مصمم توقع الساعة؟ السؤال رقم 10. قلت في واحد من تصريحاتك كلاب السبوبة المفروض يختشوا، بصراحة تقصد مين؟ قلت كده الموضوع؟ تقصد مين؟ والله هو ناس كتيرة، بس في كذا واحد أخدوها على نفسهم هم. اشمعنى؟ معرفش اشمعنى هم اللي أخدوهم. قلتلك في كتير. أنت تقصدهم ولا تقصد مين؟ لا قلتلك في كتير. تقصد حد معين ولا أشخاص؟ برضو في كتير، وفي ناس أخدتها على يعني لهم هم. مش واخدة عليك إنك بتخاف. أنا بخافش والله من حد. طب ما تقول. ما قلتلك، أنا قلتلك في ناس كتيرة. تقصد مين؟ أنا لما قلتها لناس كتيرة، عشان في ناس كده طلعت كتيرة بتتكلم لوك 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 لوك، وأنا ما بحبش اللوك لوك. كانوا بيعملوا إيه الناس الكتيرة دي؟ كل يوم اللي طالع في الحلقة بتاعته قاعد يتكلم وقاعد يتكلم، هو عشان عايز يعمل صيت للبرنامج بتاعه، عايز يحط الحضري، عايز يعمل زي ما بيقولوا ما اعرفش بيقولوا الترند. خلاص عرفت اللفه اللي بعدها. والله هدي نفسك، خلاص مصر كلها عرفت. يلا خلاص يعني خلاص لف. طيب ماشي، احنا في رمضان الحمد لله.